تاني حاجة، لو جاتلك مكالمة هيجيلك مجرد مربع صغير فوق كده في نص الشاشة، المربع ده تقدر ترد منه على المكالمة أو تكنسلها من غير ما تطلع بره اللعبة خالص. السلام عليكم، ازيك الشباب بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. قبل ما نبتدي ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا شباب ان شاء الله هنتكلم على احسن اعدادات ممكن تعملها في الجيم تربو وتساعدك في تحسين الاداء وتسريع اللعبة وتحسين الجرافيك اثناء الجيم بلاي. والاعدادات اللي انا بعملها بنفسي في الجيم تربو هقولها لكم النهارده، في ناس كتير طلبتها في الكومنتات، وازاي تظبط بعض الاعدادات جوه الجيم تربو بحيث ان انت تحل مشاكل زي المكالمات اللي بتجيلك ممكن تزعجك اثناء ما انت بتلعب، الاضاءه، في حاجات كتير في ناس سالتني عليها في الكومنتات. ان شاء الله النهارده نحلها مع بعض وحلها سهل وبسيط. احب قبل ما نبتدي اشكر اكتر من 7000 اخ واخت موجودين معانا في القناه، يا ريت دلوقتي تنزل تعمل لايك وكومنت وشير، ده دعم منك للقناه. ولو انت اول مره تشوفني اشترك دلوقتي في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. يلا يا شباب خلونا نبتدي. لو جينا هنا شباب دخلنا على الجيم تربو، طبعا انا في مقطع كامل شرح فيه الجيم تربو بالتفصيل بكل الاعدادات كامله موجوده على القناه، تقدر دلوقتي تخش تشوفه وتعرف ازاي تفعل الجيم تربو وتقدر تستخدم الاعدادات والاختصارات اللي موجوده فيه. هنجيب الشريط اللي تحت ده كده ونخش على الاعدادات علامه الترس دي، وهنيجي نخش على ثلاث واحده اللي هي جيم دي ان دي، وبعد كده نخش على انهانسد اكسبيرينس. طبعا اخونا رينج طبعا مشكور، طبعا يا شباب الكومنتات بتاعتكم وارائكم مهمه جدا وباخدها في عين الاعتبار، واي حد بيقول لي رايه او بيخش لي على الخاص او بيكتب كومنت حتى على الفيديو انا بطلعه في الفيديو اللي بعده واشكره. طبعا شكر نيابه عن كل الاصدقاء والاخوات اللي موجودين معنا في القناه لرينج رينج، لفت نظري برده للنقطه دي اللي هي دونت اوبن نوتيفيكيشن شيد، اخر واحده طبعا دي لو فعلتها دي يا شباب لو جات لك مكالمه ممكن تخرجك بره الجيم بلاي وتخليك غصب عنك بقيت دلوقتي بره اللعبه، فيا اما ترد المكالمه يا اما تكنسلها. بس انت لو مش مفعلها كده هتلاقي نفسك تقدر تنزل شريط الاشعارات، دي اول حاجه. تاني حاجه لو جات لك مكالمه هيجي لك مجرد مربع صغير فوق كده في نص الشاشه، المربع ده تقدر ترد منه على المكالمه او تكنسلها من غير ما تطلع بره اللعبه خالص، فطبعا دي ميزه كويسه. انا كنت بحسب دونت اوبن نوتيفيكيشن شيت متعلقه بس بشريط الاشعارات اللي انا بنزله وبطلعه بس اكتشفت كمان ان هو ليه علاقه بالمكالمات اللي بتجيلك. في نقطة تانية لفت نظرنا ليها أخونا رينج تيرن أوف ريدنج مود اللي هي تاني واحدة قدامنا دي، دي ليها علاقة بالريدنج مود، هو بيقول لك اغلق وضع الريدنج مود. لو أنت نزلت شريط الإشعارات اللي موجود فوق هتلاقي في وضع للقراءة اللي هو ريدنج مود معمول عليه علامة العين، ده لو دوست عليه ده موجود في كل موبايلات الأندرويد، عشان أنت وأنت بتقرأ على الفيسبوك أو على أي مواقع السوشيال ميديا عينك ما توجعكش من اللون الأبيض، اللون الأصفر مريح أكتر للعين أو أقرب حاجة للون الطبيعي، فهو ده وضع مخصوص للريدنج مود. فأنت لما تعمل تيرن أوف ريدنج مود حتى لو انت مفعل الوضع بتاع ريدنج مود من شريط الاشعارات اللي فوق مش هيشتغل معاك اثناء الجيم بلاي، فانت مجرد ان انت بتفعله كده هو كده مش هيشغل معاك الوضع ده، احنا نلغيه. طبعا كل الحب والاحترام وكل الشكر لاخونا رينج ان هو شارك معانا برايه وشارك معانا بكومنت حب يفيد الكل، في ناس بتحب الخير لغيرها وبتحب تفيد غيرها، مشكور جدا يا رينج. طبعا قبل ما انا اخش اللعبه باجي على كلير كاش دي بعمل كليرنج للكاش او اي حاجه متخزنه بوضع مؤقت على الرماد بشيلها من خلال علامه الصاروخ دي، طبعا دي كنا شرحناها في المقطع قبل كده بتاع شرح الاعدادات جيم تربو كاملة. طبعا وانت على الجيم تربو وانت قبل ما تيجي تفتح اللعبه لو جينا كده رجعنا ورا هنيجي هنا على السهم اللي تحت في وضع جي بي يو سيتنج يا شباب، الوضع الافتراضي ان هو بيبقى موجود على ديفولت وده بيديك اداء كويس ومرضي، بس مثلا في اوبشنات تانيه من ضمنها ان انت لو البطاريه قربت تفصل وانت لسه عايز تكمل جيم او انت في اوله والجيم ده يهمك ممكن يقعد ربع ساعه ممكن يقعد نص ساعه، فانت لو خليت على وضع السيف باور هيوفر معاك في البطاريه بشكل كبير بس هيجي على حساب الفريمات والكواليتي شويه والجوده بتاعت الجرافيك، بس هيدي معاك مدة اطول للبطارية وهيخلي الاداء معاك متوازن بحيث ان الاداء برضو ما يبقاش ضعيف قوي بس هيخلي البطارية معاك ما تخلصش على طول. وطبعا هاي كواليتي دي لو انت عايز اعلى فريمات واعلى جودة للصورة والجرافيك، بس انا بفضلها على كاستم عشان بظبطها زي ما انا عايز وهشرحها لكم بالتفصيل طبعا بحيث انها تديك اعلى فريمات واعلى جودة للصورة. طبعا بتبقى كل ده بيبقى على حساب البطارية وعلى حساب حرارة الهاتف، وخدوا بالكم بالذات واحنا في الصيف الحرارة
بتزيد زيادة عن اللزوم. ناس كتيرة اشتكت من الحرارة في الأجهزة زي المي 10 تي وال 10 تي برو. إن شباب ده جاي بنظام تبريد الليكوينج كولينج فيرجن 1، ده نظام تبريد يعتبر قديم نسبيا مش جديد قوي. طبعا في اجهزه نازله من شاومي فيها الليكويد كولينج فيرجن 2، ده اللي موجود مثلا في البوكو اف 2 برو. اي نعم الشاشه 60 هرتز بس هي اموليد، بس نظام التبريد فيها اعلى من الاجهزه اللي معانا دي. في اجهزه كتيره نازله من شاومي فيها نظام الليكويد كولينج فيرجن 2، ده اقوى طبعا، موجود في اجهزه الجيمنج من شاومي بكل انواعها، ونازل برضو في الاجهزه فلاج شيب من شاومي اللي هي الاجهزه زي المي 10 والمي 11 والمي 11 برو. دي اجهزه فلاج شيب بتاعت شاومي، اعلى حاجه في الفئه دي، نظام التبريد فيها قوي جدا وعالي جدا. فطبعا ناخد بالنا من موضوع الحراره انه ليه تاثير على العمر الافتراضي بتاع الجهاز، وليه تاثير على الاداء، وليه تاثير على الفريمات. طبعا هتلاقي الفريمات بتاعت معاك تقل، وده بعامل الحراره. المعالج نفسه رغم ان هو قوي سناب دراجون 865 والبطاقه الرسوميات اللي هي ادرينو 650 دي ادائها عالي جدا، ومع ذلك مجرد ان الحراره بتزيد بيقلل المعالج الحراره عن طريق تقليل الفريمات. مجرد ان هو بيقلل الفريمات بتبتدي الحراره يحصل فيها توازن عشان المعالج يحافظ على العمر الافتراضي بتاعه. هي معموله باي ديفولت على وضع ديفولت، يعني احنا دلوقتي على جي بي يو تمام، فانا على الوضع الطبيعي معموله على الديفولت، بس انا بفضل ان انا اعملها كاستم واخليها على 120 فريم، وباجي على انتي اليزنج اللي هي مضاد التشويش بخليها على 2 اكس. طبعا لو انت عايز تزودها وانت حسيت انها محتاجه زياده زودها، ودي حاجه متعلقه بالتكستشر او حاجه متعلقه بالزوايا او الحواف بتاعه الجرافيك او الظاهره قدامك. انا بخليها على 4 او 8 على حسب اهميه الجيم اللي انا بلعبه يعني. والتكستشر فلترنج بخليها على بالانس، او ممكن تخليها على هاي كواليتي، بس الموبايل احنا في الصيف بيسخن جامد، وبفعل الاوبتمايز جرافيك. دي الاعدادات اللي انا بلعب عليها واللي انا بعملها. بتطلع بره في السيتنج وبتخش على الديسبلاي، وبتيجي على وضع الريفريش ريت، بتخش على الريفريش ريت وتظبطه ان هو يبقى شغال معاك 144 هرتز. طبعا انا بفضل 144 هرتز، معني دي حاجه بتسخن الجهاز بصراحه. في ناس بتخليها على 90، بس انا بخليها على 144، لان في بعض الاحيان لو انا ما بسجلش الشاشه ممكن ساعات الفريمات تلاقيها رفعت معايا فوق ال 90، فمفيش مشكله خليها على 144. يعني جايب الموبايل فيه الاوبشن ده، استخدمه واستفيد منه. بالنسبه هنا للتاتش، انا مخلي التاتش ريسبونس هنا في الوسط زي ما انتم شايفين، وهنا دي كنا شرحناها بالتفصيل، انا بخليها ميديوم. انا في الزوايا اليمين والشمال اللي تحت انا مش مفعل حاجه، ف يعني عادي لو انا خليتها دي مناطق حمياء تمام. وبالنسبه للانهانسنج فيجوال، ودي كنت شرحتها بالتفصيل، انا بخليها على مودريت اللي هي تاني واحده، ما بخليهاش على اوريجينال بصراحه، بتحسن جوده الرؤيه شويه. الرسومات انا مفعل وضع 90، انا مخلي السطوع على 130 وبختار الناعمه تمام. وبالنسبه للشاشه انا ببقى يعني واخد الشاشه كلها. الرسومات ذاتيه التعديل دي انا لغيها بصراحه، بتاعت مضاد التشويش انا فعلها برضه. هي دي حاجه بصراحه بتخلص البطاريه بسرعه وبتخلي الجهاز يسخن جامد. يا رب تكون كل استفاد. لو في حاجه مش واضحه سيبها في التعليقات، ولو انت اول مره تشوفني يا ريت دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش دلوقتي تدعم الفيديو ده بلايك وكومنت وبشير. شكرا للي استمر معايا لاخر الفيديو، والسلام ختام يا احلى ناس.